اجواء العيد في مدينه؟ والله اجواء العيد حلو وطيب ومن احسن الى احسن ان شاء الله. الان شنو تسوي؟ والله اشتري كاهي لي ولاخوتي. نعم الله يخليك. دائما العائله الموصليه انه لازم يشتروا القيمه. هو طبعا كل عيد يشترون الجيمر او الباتشا، يعني هاي المفضلات او الكبه الشغله يعني غريبه يعني. الان تبدا تشتري كاهي؟ نعم. شلون اسعار الكاهي؟ والله زينه ب 500 دينار رخيصه. نعم. بس الجيمر والله ب 20-18 شويه غالي يعني يسحبونه بالشمال. ب 20-18 اليوم سالنا عليه قالوا 35000. طبعا غالي. شلون اللي ما عنده فلوس غالي طبعا. اكثر المواطنين الموصليين انه لو يشتغل قيمر لو يروح ياكل باتشا. هاي انت اليوم جاي مثلا اكيد انه يشتغل قيمر وجاي. نعم. نعم نعم نعم. هاي احنا الفرحه مالتنا تعتبر يعني اهل الموصل مشهورين بالقيمر والكاهي. فتشوفنا اكثرنا واغلبيتنا نتجه لهالشيء هذا من زمان. هاي عن ابا عن جد يعني كفرحه يعني مثل ما اقول. هذا القيمر يعني شو واحد تجيب فريشيه يفرح بيه هكذا. والله عايد امه المسلمين والعراق بيجمعهم زين وكل عام وهم بالف خير. واتمنى من رب العالمين هذا الابتزاز مالتنا ينشال. لا نستغل الشيء من ادنى شيء انقطع شويه اختفى اشتغل ولا ما لها داعي. يعني اجواء العيد في مدينه الموصل شنو تشوفها؟ والله هي اجواء العيد ان شاء الله يعني من احسن الى احسن زين. وان شاء الله ما شاء الله يعني السوق عامر وحركه قويه زين. احنا شغلنا كاهي وقمر فقط. ايه شلون اقبال المواطنين؟ والله الحمد لله يعني هو بس اول يوم العيد يصير اقبال عندنا. شنو بالنسبه؟ لو كاهي او باتشا اكلات. والله هي الاكله المفضله دائما عند اهل الموصل الكاهي والقيمر صباحا زين، لان اكله خفيفه ما بها لا بهارات لا شيء شغله يعني. ايش قد سعر الكاهي؟ والله احنا بالنسبه لنا يعني انسب الاسعار نبيع قطعه الكاهي ب 500 دينار بس. اما بالنسبه للقيمر، القيمر والله صراحه ما جبناه لان اول يوم العيد غالي، ثاني يوم ثالث يوم العيد راح يبدي ينزل. طبعا والله سعر القمر اليوم انا سالت عليه انه 35000. ايه فما جبناه طبعا كثير. ايش ما كثير. انت صاحب محل اجبان، ممكن تحدثنا عن اسعار القمر واقبال المواطنين ايضا على هذا؟ والله هي اقبال المواطنين بالنسبه للقمر بالذات يعني تحديدا بكل الاعياد شيء يعني ما طبيعي حقيقه. يعني كانه هي تكمله السفره بالبيت المصلي، خلينا نقول تكملة الحاجة بالعيد كفرحة انه القيمر موجود المفروض. يعني هي معروف حسب الناس بل الأغلبية انه يحتاجون القيمر. نعم. شلون نعم الله عليك، شلون رشحت اقبال المواطنين على هذا العام؟ فوق الـ اكثر من الكثير يعني كثير 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 قوي يعني صار سحب عليه كثير. كلش قوي. نعم. كلش الاسعار, الأسعار اليوم 35. نعم. كل يوم يعني سعر هو طبعا يعني البارحه سعرين مش نحن البارحه بعنا على 27 وجبة الثانيه اللي استلمناها المغرب قمنا بعناها على 30 لانه زيدوا الاسعار. اليوم زيدوا الاسعار بعد اكثر اليوم على 35. نعم. ما غالي شويه المواطن كثير عليه؟ لا ما غالي شويه كثير غالي. ما غالي شويه الغلا كلش غالي. المن تحب تهني وتعايد عبر شاشه الموصليه؟ اهني كادر الموصليه، اهني كل اصدقائي اهلي.